فرهاد، أنا ما كنت بعرف إنك مشتاق لي كل هالقد. اهدى وما في داعي تنرفز. ممكن افهم حضرتك ليش تأخرت؟ وقف هالمسخرة. وإذا ما وقفتها شو راح تساوي؟ كلامك هاد مانو تهديد مو هيك؟ ايه فهمتك فهمتك، من عيونك مبين. طارق وقفهم أحسن لك. ليش لوقفهم؟ إذا وقفتهم بتنتزع اللحظة الرومانسية اللي عم بعملها هون. بعدين اطلع، أنت بغرفة نوم وهالغرفة إلى حرمتها. إن شاء الله ما أكون سببت إزعاج. يا الله، وقت فتت ما عرفت تسكر الباب وراك. طاهر، اتركه. طاهر، ليش ضيعنا أثر الفرقة؟ لأنه بتعرف الشباب تركوا التلة. هي. على الأقل بتعرف هالحكي. لا إلنا حل هلأ. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.